بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله سوف نحل الاختبار القصير الأول للصف السابع اللغة العربية المنهاج الجديد. بسم الله نبدأ. السؤال الأول سوف يكون سؤال مطالعة في الاختبار. سوف يكون هنالك فقرة، يجب أن نقرأ هذه الفقرة بتمعن وبشكل صحيح. نقرأ الفقرة من أولها إلى آخرها، لأن الإجابة قد تكون في سطر لم يقرأه الطالب، لذلك ينبغي على الطالب أن يقرأ الفقرة كاملة من أولها إلى آخرها. الآن هنا الأسئلة. السؤال الأول: هات مرادف كلمة شاقة. ومرادف يعني كلمة لها نفس المعنى، إذا ننتبه. كلمة مرادف عندما يقول استخرج مرادف من الفقرة يعني كلمة لها نفس المعنى. شاقة مرادفها صعبة. سؤال ثاني: مضاد. غالبا ما تأتي الأسئلة عن المضاد. المضاد وهي كلمة عكس الكلمة المطلوبة. ما هو عكس كلمة سهولة؟ الإجابة هي صعوبة. وأيضا قد يأتي سؤال على المفرد والجمع، هاتي مفرد كلمة معينة أو هاتي الجمع لكلمة معينة. فالسؤال هنا عن المفرد، مفرد كلمة قطرات هو قطرة. سؤال ثاني: ماذا يجب على المصاب بالزكام أن يفعل عندما يعطس؟ هذه الإجابة موجودة في النص، وهي أن يضع يديه أو منديله على أنفه وفمه. ما الذي يحدث إذا أهمل الإنسان تنظيف أسنانه ولم يتخلص من بقايا الطعام؟ الإجابة: تتلف أسنانه وتصبح أنفاسه كريهة الرائحة. ومثل ما قلنا، يجب أن نركز في قراءة الفقرة لأن هذه الإجابات موجودة في الفقرة، وكذلك يجب أن ننتبه على قراءة السؤال بشكل جيد حتى نفهم المطلوب. لو تسرع الطالب وقرأ السؤال قراءة سريعة ربما ولن يفهم المعنى. السؤال: اكتب ثلاث نصائح لطلاب صفك ترشدهم بها كيف يحافظون على نظافتهم وصحتهم من الأمراض. وهذا يأتي به الطالب إما من خلال الفقرة التي قرأها أو معلومات عامة، مثلا تنظيف الأسنان باستمرار، يغسل اليدين قبل وبعد الطعام، والاستحمام بشكل مستمر ودوري. والسؤال الثاني يكون هو نصوص أدبية، من النصوص القصائد أو أي نص أدبي قرأه الطالب في الكتاب. فهنا هذا نص أنا وأنت، قصيدة أنا وأنت. هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول: هات مرادف. وقلنا مرادف يعني كلمة لها نفس المعنى. مرادف كلمة مذهبي في البيت الأول، مذهب الحب يعني معتقدي. ومضاد، وقلنا المضاد هو كلمة عكس المعنى. البغض، وهي هنا إن زرعنا البغض، عكس البغض هو الحب. زرعنا وغرسنا، زرعنا غرسنا، ماذا يوجد بينهما؟ يوجد بينهما ترادف يعني نفس المعنى، زرعنا غرسنا. وتضاد، هنا قلنا هي كلمة وعكسها مقابلة، يقابل كلمتين بكلمتين، والطباق أيضا كلمة وضدها. السؤال الثاني: استخرج البيت الذي يدل تحدي الشاعر للزمن، وهو البيت التاسع كما نرى. وإذا نحن على هامدنا نتحدى الزمن، فهنا يدل على تحدي الشاعر للزمن. السؤال الرابع: ما الجمال في إن غرسنا الحب يزهر حولنا؟ الجمال هنا شبه الشاعر ماذا؟ الحب بالنبات الذي يغرس ويزهر. قال غرسنا الحب، فشبه الحب بالنبات الذي يزرع ويغرس ثم بعد ذلك يزهر. سؤال خامس: ما نوع الأسلوب؟ أدن مني ستراني. هذا أسلوب أمر، انتبه هنا، هذا فعل أمر، أدن مني ستراني، فهو أسلوب أمر. وغرضه، الغرض المقصود به، ما الهدف منه؟ الهدف هو التحبب، أدن مني، يتحبب إليه ويتقرب إليه. ويأتي سؤال آخر وهو تطبيقات نحوية على الأمور النحوية التي درسها الطالب في الكتاب. وهنا يوجد معنا فقرة ويليها مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: استخرج من الفقرة السابقة ما يلي. ألف مفعولا مطلقا وبين نوعه. تعلقا، هنا تعلق قلبي في أيام السعيدة الماضية تعلقا، فهنا تعلقا هي مفعول مطلق.
وقلنا المفعول المطلق هو يؤكد الفعل تعلق تعلقا، مثلا شرب شربا، جلس جلوسا، وهكذا. استخرج أيضا مفعولا لأجله. مفعولا لأجله هو هنا أملا. أملا لقد شكلنا معا الفريق الذي ضم زملاء لنا ماهرين موهبين. موهبين لماذا؟ لماذا شكلوا فريقا؟ أملا في الفوز. إذا هنا لأجل الفوز، فهي مفعول لأجله. واستخرج أيضا فعلا مضارعا صحيح الآخر، وهو أمارس. قلنا الأفعال المضارعة إما يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر، والمعتل هو الذي يكون في آخره حرف علة ألف أو واو أو ياء، لكن هنا الفعل أمارس انتهى بحرف السين وهو حرف صحيح الآخر. السؤال الثاني: أعرف ما تحته خط. في الفقرة السابقة كان كلمة الفريق قبلها حرف جر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أما كلمة الفتى فهي كانت مفعول به، كانت مفعولا به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. لاحظوا هنا كلمة الفتى لا نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأن الفتحة لا تظهر على الألف، لذلك نقول الفتحة المقدرة على الألف. اضبط. والسؤال الذي يطلب من الطالب أن يضبط يعني ضع الحركات على الحرف الأخير في الكلمة. اضبط بالشكل الكلمة التي تحتها خط. قال الشاعر: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. هنا كلمة المكرمات ما هو ضبطها؟ ضبط الحرف الأخير كسرة، بماء المكرمات. وهنا سؤال الرابع: ذهب الطالب إلى المدرسة صباحا. صباحا هل هي مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجل، مفعول فيه؟ كما درسنا صباحا تدل كلمة تدل على الزمان، وبالتالي هي كلمة فهي مفعول فيه، فهي مفعول فيه أو ظرف زمان مفعول فيه. انطلق الصاروخ انطلاقا، اجعل المفعول المطلق مبينا للنوع. كلمة انطلاقا هنا مفعول مطلق، انطلق انطلاقا. كيف نجعلها مفعول مبينة للنوع؟ انطلق الصاروخ انطلاقا سريعا، يعني ما هو نوع الانطلاق؟ وضحناها بكلمة سريعا. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية حل أسئلة هذا الاختبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.